لعل الأسطورة الأرجنتينية ديغو أرماندو مارادونا هو السبب الرئيسي لعدم فوز الباروثي الأرجنتيني بعد كأس العالم، ولكن كيف؟ مارادونا تم التعاقد معه لقيادة المنتخب الأرجنتيني عام 2008. قد يبدو الأمر مثالياً، فما أعظم أن يقود الأرجنتين أسطورتها وبطلها مارادونا، وهذا يضمن نتائج مبهرة، أو هكذا اعتقدنا. فالمواهب الكروية الفذة التي رأيناها واستمتعنا بها في مارادونا كلاعب لم يتمتع بها كمدرب، فمارادونا كان لديه ميسي اليافع في فريقه، فربما اعتقد أن هذا كل ما يحتاجه للفوز، لكن الحقيقة كانت غير ذلك. ميسي كان أحد أعظم لاعبي كرة القدم في ذلك الوقت، والنجم الساطع يحتاج إلى نجوم تدعمه وتتبعه، لكن مارادونا لم يعتقد ذلك. بعد توليه منصبه مباشرة أخذ يتحدث إلى الصحافة وينتقد أحد أفضل لاعبيه بشكل سيء، وهو خوان رومان ريكليمي. وإذا شاهدت هذا اللاعب في بداية الألفينيات سوف تستمتع بموهبته المثيرة، ولكن بدلا من دعمه ومنحه دور أكبر بالفريق أخذ مارادونا ينتقده بشدة، ما جعل خوان يعتزل اللاعب دوليا على الفوز، مصرحا أن مارادونا يرى أنه ليس جيدا ومفيدا بالنسبة له ولمنتخب بلاده. وفي النهاية قد يخطئ أكبر المدربين في تقييم أحد لاعبيهم أو التفاهم معهم، لكن هذه كانت مجرد البداية بالنسبة لمارادونا. فلم يكن راكيليمي اللاعب الوحيد الذي أسقطه ديغو مارادونا، فقد خسر إستيبان كامبيسو وخافير زانيتي الذي كان قائدا لمنتخب تانغو، لكن بعد اعتزال المدرب باسيلي واستلام مارادونا التدريب قام بعزله أولا من قيادة المنتخب وسلم الشارة لخافير ماسكيرانو، ومن ثم استبعده عن تشكيلة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العالم عام 2010. لذلك وقع على عاتق ميسي اللعب في عدة مواقع، والآن بعد خروج شركاء ميسي المثاليين لم يكن مثيرا للدهشة أن الأرجنتين كانت تكافح من أجل التأهل لكأس العالم 2010 بعدما اقترفه مارادونا. وبكأس العالم 2010 بدت الأمور جيدة بالنسبة للأرجنتين، وتغلبت على كوريا الجنوبية، نيجيريا واليونان والمكسيك، ولكن عند مواجهة منتخب قوي حقيقي مثل ألمانيا ليخرج راقصي تانغو بهزيمة مخزية من دور الثمانية على يد ألمانيا بأربعة أهداف دون رد. ولولا هذه النسخة من كأس العالم لكان ميسي الآن مثل رونالدو أول لاعب يسجل في خمس كؤوس عالم مختلفة. ففي كأس العالم 2010 لم يكن ميسي قادرا على تسجيل أي هدف بسبب تخطيط مارادونا السيء، حتى تحول حلم ليونيل ميسي في كأس العالم إلى كابوس، وكان منطقيا أن تطيح هذه النتائج الكارثية بمارادونا من منصبه، وهو ما تحقق بالفعل في 27 من يوليو تموز 2010. حتى بعد إقالته استمر مارادونا في توجيه النقد اللاذع ولم يسلم منه ميسي نفسه، فقال مارادونا الغاضب بعد خسارة نهائي كوبا أمريكا 2015: من المنطقي أن تلومه، إنه أمر سهل، ليس لدينا أفضل لاعب في العالم يأتي هنا ولا يلمس الكرة. وواصل مارادونا هجومه اللاذع على ميسي في العام 2018 خلال برنامج عبر قناة مكسيكية متهما إياه بالافتقار إلى الشخصية القوية، وقال: ميسي لاعب رائع لكنه ليس قائدا، قبل التحدث مع المدرب واللاعبين سيلعب البلاي ستيشن ثم على أرض الملعب، تريد أن يكون قائدا؟ أعتقد الأفضل في ذلك هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتابع: من الصعب أن تصنع قائدا من رجل يذهب إلى الحمام 20 مرة قبل المباراة. دعونا نتوقف عن تأليه ميسي، ميسي هو مجرد لاعب آخر من الأرجنتين. وبعد شهر أنكر أنه انتقده وانهال عليه بالثناء مرة أخرى، ميسي أعشقه. فرغم مسيرته الحافلة في الملاعب والتي كان فيها نجما ملأ السمع والبصر، فإن الأسطورة الأرجنتينية ديغو مارادونا لم يلقى النجاح ذاته عندما اتجه إلى مقاعد البدلاء ليتولى مهمة المدير الفني، فلم يحقق على مدار مسيرته التدريبية الممتدة لأكثر من عقدين تقريبا أي نجاح يذكر، سواء على صعيد الأندية التي تناوب على تدريبها أو حتى مع منتخب الأرجنتين. والآن أخبرنا في التعليقات، هل تعرف لاعبين مميزين آخرين فشلوا أن يكونوا مدربين عظماء؟ إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متع عقلك عبر رابط ألفان لايك في الوصف أسفل الفيديو.